أنا يغريني جدا 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 جدا، خاصة كل ما أكون مسافر في طريق سريع من ألمانيا مثلا، والطريق أمامي منداحة مثلا إيه ربما 4 كيلو أمامي طريق، وفي الليل في ضوء القمر أو في عتمة حتى إيه، والنجوم تراقب وتوشوش وتوسوس وتشوف سيارة غادي مولعة وسيارة غادي وطريق فرعي وكذا، أوه دائما دموع تسير، أقول يا الله كل واحد إيه له وجهة موليها، وكل واحد حامل هم وهامل مشروع، وكل واحد قصة ورواية نوفل، كل واحد قصة لحاله كل واحد، وفي من هؤلاء 7 مليار، وكل واحد رايح وبعد ساعة يكون في بيت، والبيت هذا فيه ناس، فيه امرأة وأولاد وأم وأب ربما وكذا كذا، وفيه مشاكل وفيه مسرات وفيه أمل وفيه خيبات وفيه زقطات وفيه وفيه وفيه, وفيه أسرار لا يعلمها إلا ذو هذا البيت. أقول يا الله، وفي العالم فيه 7 ملايين من هؤلاء، وكل هذه الروايات والقصص التي دونها روايات دوستويفسكي وتولستوي والجماعة هذولا، كل هذه الروايات عند الله، الله إنجاز التعبير استغفر الله أعوذ بالله من زلات اللسان، يعيش هذه الروايات كلها، مجمع الروايات لا إله إلا الله، ومجمع الحب ومجمع الحنان ومجمع الألطاف ومجمع الحزن ومجمع اللوعة، كل شيء عند الباطل لا إله إلا هو. واضح أن ربنا أعظم بكثير من الصورة التي صور لنا إيه بها،